السلام عليكم شباب، النهاردة إن شاء الله هنحل الشريط الأولاني في الجزء بتاع الانتر كونكشنز. يعني إن شاء الله بطريقة سهلة، يعني مش مسائل مش كتيرة، يعني حتى المسائل يعني ستريت فورورد. يعني أول مسألة هنا بتتكلم في اللي هو بيسموه الاتش ال اي اتش بي، اللي هو ده أحد الانترفيس يعني اللي هي موجودة، ده اللي هو هاي يعني هاي برفورمانس باص. طبعا المفروض سمعت عنه في المحاضرة. مديلك دلوقتي مثلا كلوك عاملة كده، يعني هو مديلك دي أول مسألة، يعني مديلك اتش كلوك عاملة كده، يعني هو السايكل، هو عندي كلنا نفس السايكل بس معلش الرسم بس سيء شوية. دي كده أول سايكل، تاني سايكل، هنا عندنا السيجنال اللي هي اتش ترانسفير او اتش ترانس. دي طبعا المفروض الكلوك اللي هي كل الحاجات شغاله بيها وبتشتغل على رايزنج اتش. طبعا المفروض بقى يعني لو في كذا دومين زي ما تشوف ممكن بس تعمل كذا اتش بي بس، وساعتها لازم بقى تعمل بينهم يبقى في بينهم بريدج عشان يسنكرونايز الحاجات ببعض يعني. بس هنا هو مديلك ان هو كلوك دومين ده بس، ومديلك ال اتش ترانسفير هنا التايب بتاعها، ده اللي بتعبر يعني عن نوع اللي هيحصل ترانسفير عبارة عن ايه يعني. فهو نون سيكونشال، هو كتب لك كده ونتكلم فيهم دلوقتي. بعد كده هنا بيزي، بعد كده سيكونشال، شوف اتش بيرست اللي بتعبر هو اللي هو بيبعت يعني بيرست اللي هو يعني هيكتب في اماكن سيكونشال ورا بعض. مثلا هو هنا مثلا هو بيكتب في السليف، يبقى مثلا تبتدي اول المكان ده بعد كده بقى انكريمنت عليه حبه هنا. فهو بيقول لك هنا اتش بيرست يعني ان هو خلاص هنا 1 طول الفتره دي، من اول هنا 3. يعني ده كل دي كلها بيرست واحده. مش مدي لك ان هو ريدي يعني برضه في كل يعني عند كل اللحظات دي هو ريدي. بيقول لك بقى اكتب البوتنشال الاتش رايت داتا بتبقى عامله ازاي، والاتش ريد داتا بتبقى عامله ازاي، نكتب ممكن تبقى عامله ازاي كشكل رسمهم. طيب تعالى نشوف دلوقتي هو عايز يبعت بيرست، وانا مدي لك الادرس يعني المفروض في ادرس انا مكتبتوش. هنا مثلا اول مره هيكتب عند هنا عند ايه، هنا عند ايه بلس 4، هنا ايه بلس اكس سي. تعالى نشوف بقى دلوقتي هنا بيرس ده معناه ان هو عايز يبعت يعني، يعني مثلا دلوقتي لو هو عايز يكتب ممكن في حالتين، يا اما يكون عايز يكتب في السليف يا اما يريد من السليف. هو بيقول لك بقى اكتب البوتنشال ممكن اشكله عامل ازاي يعني. تعالى نشوف لو هو عايز يرايت. فدلوقتي اللي هيحصل اول حاجه دلوقتي هو قال لك ان انا هكتب بيرس، يعني خلاص انا اعرف الباص ده اعرف كل الاجهزه اللي على الباص ان هو هيكتب بيرس، تمام كده. طيب اول حاجه نون سيكونشال دي بتعبر يا اما ان هو يكون ممكن تكون بتعبر حاجتين، اما مش هيبقى يعني هيبعت مره واحده وخلاص او هيقرا مره واحده وخلاص سواء بقى هيكتب او يقرا يعني، او ان دي بتعبر عن بدايه البيرست. فدي مش نون سيكونشال يعني هي ايه، ما كانش في حاجه قبليها سابقه ليها، من مش مرتبطه بحاجه قبليها يعني مش معتمده حاجه قبليها، تمام. فدي نون سيكونشال. بعد كده الباقي دول سيكونشال عشان دول كلهم جزء من البيرست. فاللحظه اللي هي بيزي دي معناها ان هو في حاله لو هو بيكتب هو مش فاضي دلوقتي يبعت الداتا، او يعني مش فاضي ان هو يعني سواء يرايت او ريد يعني، تمام يعني هو ونفس يعني. فهو يعني دي هنا بيزي دي معناه ان هو هنا ما عرفش يتمم العمليه يعني، اضطر يستنى واحد بعديها واحد. فهنا مثلا تعالى نشوف بقى يعني الداتا هنا عامله ازاي. فاول واحده في نفس السيكونشال دي هيبعت هنا الداتا، شكلها مثلا حاجه عامله كده،
طبعا هو شكل مش غريب شوية للثانية. عندك هنا الداتا، هي نفس الكلام برضو، لو كان هيقرا يبقى نفس الحكاية برضو. تمام كده. فين بعد؟ في المرة اللي بعديها هو بيزي. تمام كده يا جماعة. فهنا بيزي دي معناه ان هو ايه، هيضطر مثلا يعني هيطلع الداتا يحطها على الباص. بس في حالة لو هو اللي بيقرا مش فاضي يقرا، يعني مثلا هنا لو هي ايه، تعالى نشوف لو في حالة ان هو اللي بيقرا ده هيطلع الداتا خلاص. بس بما ان ده مش فاضي، بما ان الماستر مش فاضي يقرا، فالسليف هيفضل يعني اكنه هيستول حاجة زي ستول، فانه هيفضل جاي يطلعها نفس، هيسيب نفس الداتا على الباص تاني، لان هو ما عرفش ان هو التاني ما عرفش يقراها. او العكس بقى، ان هو عايز يكتب بس سليف ايه بيزي، لما جاي برضه ساعتها هيكون ده هيكتب هيحطها على الباص وهيستنى اللي بعديها. يعني دي تعالى لو سبتها فاضيه كده معناه ان هي نوت تشينج، يعني هي نفس الحاجه بالظبط يعني، فالسايكل اللي بعديها يبقى نفس الداتا بالظبط. تمام طيب. بعد كده خلاص هنا هو عارف يكتب، لان خلاص ما فيش حد بيزي هنا، هيكتب داتا جديده بقى. يعني تعالى نكتب هنا داتا جديده، هنا نفس الكلام داتا جديده، سواء بقى يكتب او يقرا. وهنا برضو نفس الكلام بقى، داتا جديده وداتا جديده، ان هو هنا في الحالتين دول ما كانش في حد بيزي. بعد كده خلاص الاتش بيرس خلص، فخلاص بقى بعد كده بقى ممكن يبدأ حاجه جديده. يعني مثلا هتبتدي بعد كده، هتبتدي بقى بنون سيكونشال تاني يعني، او ممكن بقى يفضل ايدل ان هو مش بيعمل حاجه يعني. تمام كده. فدي اول مساله، فرض ان هي بسيطه يعني. نشوف المساله رقم 2 ان شاء الله. ممكن نعمل برضو سيشن من الاسئله يعني، لو حد عايز يسال يعني. عشان يعرف بس يعني الموبايل بينهار. ماشي. بيقول لك تعالى نختار ان احنا نبعت الحرف اللي هو زد، هيبعته بالاسكي. ده الاسكي بتاعه يعني ان هو 01 01 1010. هيعمل معاه ايفن باريتي، وان ستوب بت، مش عايز بقى، عايزك ترسم له اللي هيتبعت فعلا على الباص هيبقى عباره عن ايه، وقد ايه البرسنتج بتاع الاوفر هيد. فتعالى اول حاجه لما بتيجي تبعت حاجه لازم تبعت اول حاجه الستارت بت. تمام كده. اول الستارت بت بتبقى زيرو، دي اللي هي ستارت بت. بعد كده تبعت الداتا زي ما هي، يعني دي 01 01 1010. بعد كده تحط البارتي بت. طيب البارتي ايه؟ هو بيقول لك الايفن بارتي، يعني عايز اللي اتبعت في الاخر يكون عدد الوانز فيه ايفن. فهنا ايه البت اللي انا احطها، وعدد الوانز كام؟ 1 2 3 4، فالعدد ايفن اصلا، فمش محتاج ازود 1، فهحط 0 بحيث في الاخر لو كان مثلا عدد، لو كان دي مثلا كانت 0 بدل 1 كنت هحط انا 1، بحيث في الاخر ايفن بارتي معناه اللي اتبعت لازم يكون عدد الوانز فيه في الاخر ايه؟ ايفن. فهنا دي البارتي بت. بعد كده عندك ستوب بت واحدة بس، فعندك هنا 1 ستوب بت، دي الستوب بت، فده اللي هيتبعت فعلا. كان مين البيلود بتاعه؟ هو ده، ده البيلود بس، يعني دي الداتا الحقيقية. في اوفر هيد انا عملته بسبب ان انا عايز ايه، عن حكاية ان انا اعمل يعني الستارت والستوب والبارتي دي. فهو عايز يقول لك بقى الاوفر هيد ده كام في المية يعني، فهم عددهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، هم 11 يعني الاوفر هيد برسنتج هي 11 اهي. منهم ثلاثة ما كانوش انفورميشن، كانوا حاجة ليها علاقة بالباكجينج يعني، يبقى ثلاثة على 11
كده فهو ده بس الاوفر هيد ده. شوف المثال اللي بعديها، بيقول لك انت تبعت 5 فيديوز من اسكي داتا، البيج الواحده فيها 20 8، فيها 80 25 كاركتر. والداتا اتباعت بقى، الداتا نفسها الاسكي بيبقى 8 بيتس، يعني اي كاركتر هو 8 بيتس، بس هيتباعت معاه واحده بارتي وون ستوب بيت. تمام كده يا جماعه، ماشي. بيقول لك بقى ايه، ايه التوتال بتاع عدد البيتس انت المفروض تبعتها بقى. فهي بقى تعالى نشوف عدد البيتس المفروض ابعتها. انا عايز اول حاجه عندي كام كاركتر، هو 5 في 80 في 25، ده عدد الكاركترز. الكاركتر الواحد بياخد 8 بيتس، تمام. واحده ستوب بارتي، لا معلش مفيش بارتي، بقول لك مفيش بارتي المساله دي. وقال لك ان هو مش هيبعت بارتي، هو بعت 8 بيتس بس واحده ستوب بيت. وكده كده انت عارف ان هو لازم برضو واحده ستارت بيت، فواحده ستارت واحدة بارتي، يعني كاركتر واحد في الحقيقة وبيتبعت في 10 بيتس، فاضرب هنا في 10، الرقم ده يطلع معاك 100,000 بت. تمام كده يا جماعة. طيب بعد كده بقول لك بقى ايه، هاخد قد ايه وقت عشان ابعت دول مره، لو انا الريت بتاعي الريت اللي ببعت بيه 2400 بت بير سكند، مره لو انا ابعت بريت تاني اعلى هو 9600 بت بير سكند. فانت عايز تعرف عدد، يعني هاخد وقت قد ايه عشان ابعت الخمسه بيجز دول مثلا اكتبهم في ميموري او كده، هاخد وقت قد ايه. فانت دلوقتي عندك ايه، عايز تعرف الوقت قد ايه، صح؟ فلو انت قسمت ده على ده، يعني انا ببعت البت، انا عندي 100,000 بت ببعتهم بالسرعه دي، فلو قسمت عدد دول على دول هيجيب لك الوقت انت هتاخده، حتى باليونتس دي بتس على بتس على سكند، سكند تروح مع سكند، بتس تروح مع بتس، تجيب لك سكند فوق. فهي دي فكل اللي هتعمله تقسم هنا مثلا 100,000 على 2400، تاخد بقى الوقت اللي هو نشوف دلوقتي كام، فورتي وان سبن سكند. طبعا لو زودت السرعة بقى المفروض ان هو تاخد وقت اقل، اللي برضه هتقسم 100,000 على 9600 تاخد 10 ثواني. فدي فوائد ان انت، يعني في حاجات كتيرة بتسرع، يعني في الاخر ان انت تنقل الداتا من اللي هي الفيزيكال ترانسميشن ريت ده، او ممكن بقى تعمل مثلا كومبريشن، يعني في حاجات كتيرة بتفيدك ان انت تسرع الحاجات يعني. المسألة الرابعة، توتوريال سريع انا عارف. بيقول لك انت عندك باص، هو باص واحد بس كده، سيرفين تو ترانزاكشن. ترانزاكشن ايه، ترانزاكشن ايه وترانزاكشن بي. تمام كده، يعني هو كان جاله ترانزاكشن ايه عشان يبتدي يبعته كده، واثناء البعت عرف ان بي عايز يبعت. تمام،
بيقول لك بقى ان ترانزاكشن ايه ده، كان بيريد داتا من سلوب ريفرر، يعني مثلا ايه ده متوصل مثلا على فلوبي ديسك او حاجه قديمه يعني بطيئه يعني. فهو كان بيقول لك بقى ايه، هاخد وان كلوك سايكل في الادريسنج، ان هو يعني يلوكيت يعرف يديكود انهي يعني سليف انا عايز اكلمه، واثنين كلوك سايكل عشان ابعت الداتا، و13 سايكل ويت، لان الكلوك اللي انت شغال بيها هنا اسرع بكتير من ده، فمضطر تستنى كتير بحيث تبقى ماشي متماشي مع صوره السلوب ريفرال ده. تمام. وانت بقى لما تعمل الحاجات دي كان جالك واحد تاني بيقول لك هياخد 1 كلوك سايكل في الادريسنج، ده اسرع بقى، و32 سايكل عشان يبعت الداتا. بيقول لك ايه عدد التوتال سايكلز بتاعت السيستم لو مفيش سبليت، ماشي؟ يعني ايه مفيش سبليت؟ يعني انا شغال في الترانزاكشن ده مش يعني هفضل ايه يعني زي ما تقولوا كده ران تو كومبليشن، يعني لازم ما دام بدات هنا لازم تخلص ده الاول وبعد كده اخش. تمام. فهنا هنا عددهم يعني اكنك في الاخر هتاخد العدد ده كله زي العدد ده كله، يعني هنا هاخد واحد ادريسنج يعني نمبر اوف سايكلز هيبقى كام؟ هاخد أول حاجة واحدة ادريسنج، بعد كده هستنى 19 مرة، بعد كده اتنين هستنى عشان أكتب، بعد كده عندنا الداتا يعني، بعد كده خلاص خلصت خلاص ترانزاكشن ايه، أخش ترانزاكشن بي أخد واحدة ادريسنج واحدة ايه و32 الداتا. فانت بقى لو جيت تجمع دول واحد زائد 13 ديك 49 سايكل. هو قايل لك في الاتنين، تعالى نشوف التانية. بيقول لك افترض ان انا هعمل سبليت، شوف دلوقتي معناها ايه. بيقول لك بقى اعتبر ان الاربيتريشن والترانزاكشن سويتش يعني مش بياخدوا كلوك سايكلز. سبليت ده معناه ايه؟ معناه مثلا دلوقتي ايه، انا دلوقتي داخل في 13 سايكل ويت، فقال لك ما دام كده كده مش يعني ده خلاص مش بعمل حاجه، ليه اريزيرف الباص 13 سايكل وانا ما اعملش بيه حاجه يعني. فكان ساعتها ايه، هنقل خلاص ممكن ابتدي ايه انقل اعمل شويه حاجات يعني اعمل شويه في الحاجات بتاعت ده، يعني ممكن اخد بقى ادخل السايكل بتاعت الادريسنج ده واعمل شويه مثلا اعمل 12 واحده من ان انا بعد الداتا دول، بعد كده اوقف وارجع لده مثلا، فده السبليت ما دام ده خلاص رجع تاني. فهو بيقول لك بس ايه ان الاربيتريشن ان هو مين الاربيتريشن ده اللي هو بيحدد مين الماستر مين اللي هيبعت يعني، والترانزاكشن سويتشنج ده في السبليت مش هياخد وقت، يعني مش هياخد اي كلوك سايكل. ترانزاكشن سويتش ان هو يعني يلاحظ ان هو خلاص واقف هنا فيروح لده يعني، اعتبر الحاجات دي مش هتاخد وقت. فهنا ايه اللي هيحصل؟ هاخد دلوقتي مثلا الواحد ده، تمام؟ ومن هنا وبعد كده ايه المفروض هنا السنه 13، بس في 13 دول بقى ادخل واحده دي و12 من دول، يعني هنا يبقى لي 20. خلاص ال 13 دول خلصوا، ارجع جاي احط يعني ارجع مثلا جاي بعت الاثنين دول، وبعد كده ارجع بعت ال 20 التانيين دول. فاهمين يا جماعه؟ يعني اول حاجه عملت هنا ايه، هنرسم دلوقتي الشكل. يعني اول حاجه عملت ادرسنج، انا في اللي فات عملت كده ترانزاكشن ايه ادرسنج واحده، بعد كده خدت 13 سايكل ويت، وبعد كده رحت جاي واخد اللي هي 2 كلوك سايكل بتاع الداتا، وبعد كده دخلت ترانزاكشن بي خدت واحده ادرسنج زي ما اتوقع، طبعا مش حاجه باينه. هنرسمها تاني دي وخلاص بقى عشان مش باين اصلا. المهم بس دلوقتي يعني العدد ده هيطلع كام؟ هتنقص ال 13 يعني، لكن الويت ده ما عادش ليه ما عادش موجود، هيطلع 36 سايكل. تمام كده؟ يعني في اللي فاتت دي كنت بقول بقى ايه، دي اللي كنت بقول لك عليها، يعني هنا كنت بتاخد ايه واحده ترانزاكشن بتاع ايه، في دي تاخد واحده ترانزاكشن بتاع ايه، بعد كده 13 ويت، وبعد كده 2 هبعت، بعد كده ايه اخش بقى في ده هبعت واحده، بعد كده ايه 32 يعني هعمل ادرسنج واحده، بعد كده 32 واحده ايه بتوع الداتا. هنا عملت ايه بقى، انا خدت واحده في الادرسنج ده، بعد كده هنا عرف ان في ويت، قال لك ان انا انقل من اعرف ان هو حكايه السبليت ترانزاكشن ده وان انا اعمل اربيتريشن مش هاخد اي سايكل. تمام. فانا خلاص لاحظت ان انا اقعد 13 مره مستني، عم بقى ايه اخد اللي هي الواحده بتاعت بي، يعني انا ايه ادرسنج بتاع ايه اخش ادرسنج بتاع بي. تمام.
ولسه ايه لسه قدامي 12 واحده فاضيين، فاخد من دول ايه 12، يبقى فاضل لي 20 سايكل عشان اكمل بيت الداتا. هرجع بعد كده اخد اتنين من الاتنين اللي كان فاضل لي هنا دول بتوع ايه، كده خلصت حاجات ايه، ارجع تاني لبي اخلص ال 20 اللي فاضيين. فطبعا هنا انا عملت جين يعني وفرت وقت بموضوع السبريتنج ده. فبقول لك بقى ايه البرسنتج بتاع السيفنج بقى قد ايه، بقول لك هنا what is the percentage of time saving due to split a transaction. فالتايم سيفنج قد ايه يعني انت اللي وفرته قد ايه يعني. فانت وفرت 13 سايكل، يعني عدد اللي انت وفرته عدد السايكلز اللي انت يعني سيفد تساوي كام؟ هي 49 على 36 اللي هم 13، اللي هم 13 بتوع الويت دول انا وفرتهم، ما عدتش مضطر ايه في اللحظه اللي انا كان مستني فيهم خلاص استنى انت هدخل حاجه تانية، فانا وفرت 13 سايكل. البرسنتج بتاعتهم بقى قد ايه من عدد السايكلز التوتال؟ فهي دي السؤال يعني. فهو 13 من 49 دي لك حوالي بقى ايه 26.5% يعني، يعني دي البرسنتج بتاعت السيفنج 26.5%، فدي يعني نسبة جيدة يعني. فدي فوائد السبليت يعني. طبعا دي بتبقى موجودة في ال اتش بي بس مش موجودة في الاي بي بي يعني، عشان كده هاي بيرفورمانس اكتر من التاني، ده معمول للبريفرنس البطيئة ده يعني. المسألة بقى الأخيرة بيقول لك هنا ايه، انت عندك يو اس بي، واليو اس بي زي ما انتوا عارفين ناخد ان هو في الفيزيكال لاير يعني بيبعت ديفرنشال هنا ار زي ديفرنشال يعني ماشي. بيقول لك بقى ايه عندك البي لود اللي هو عايز يبعته 0 1 0 8 وانز زيرو 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 وان وان. بس وقفت عملت حاجة. طيب هو بيقول لك بقى ده البيلود يعني دي الداتا انا عايز ابعتها، لما اجي ابعتها بقى اللي هيتبعت بجد ايه. فهي الحقيقة في اول حاجة اللي هو السينكرونايزيشن يعني سبعة زيروز ورا بعض كده بعد يوم 1 تمام. بعد كده هبعت بقى الداتا زي ما هي تبقى بلون تاني 0 1 0 كده 1 2 3 4 5 6. لما تلاقي 6 ونز بتصطف بتصطف 0 في النص كده تمام كده 6 فاضل 2 1 0 0 0 1 1. تعالى بقى نبعت ده، شوف ده كان رسمه هيبقى عامل ازاي لما اجي ابعته بقى. فهو اول حاجه الايد ريسيت بتاعته بتكون نوع 1 تمام، الايد ريسيت بتاعته. فانت اللي هتعمله بقى ايه، اول حاجه جايلك 0 فال0 بتقلب، بعد كده 0 كده 0 ده كده كام 0 3 0 0 0 0 0 0 فاضل كمان واحده 0 بعد كده 1 ده كده synchronization. بعد كده جايلك 0 بعد كده 1 بعد كده 0 0 بيقلب ال 1 not change، ال 0 غير ال اعمل transition يعني وتوجل الحاجة. انت هنا 0 بقى عندك 6 ones، ادي 1 1 1 1 1 1 كده عندك 0 دي 0 ده جاي لك ترانزيشن كده كده 1 1 كده ممكن نكمل تحت انا هتبقى كده يعني دي ال 1 اهي الأخيرة دي هي دي احنا واقفين يعني. عندك بقى 0 0 0 كده 1 1
هي دي بس. هو ده يا جماعة النهاردة. لو في حد عنده أسئلة إن شاء الله ممكن نعمل سيشن الأسئلة يعني.